السلام عليكم. ان شاء الله في هذا لا فيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نخدموا الدرس ديال الاستراتيجي اللي كاين في الماده ديال ايكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز في الدوره الثانيه. اولا كنبداو بلا ديفينيسيون ديال نتاع الاستراتيجي نتاع لو مو استراتيجي. هو سي ان شوا او اون ديسيزيون دورابل بريز بار لو سوبيريور افان داتاندر دي زوبجيكتيف ا لون اي موان تيرم en mobilisant toutes les ressources et moyens de l'entreprise. Ce que j'ai dit, c'est la décision qui est le رئيس ou le مدير de la société pour atteindre les objectifs de la longue durée en utilisant les machines ou les facteurs de production de l'entreprise. D'abord, la démarche de la démarche stratégique, la mission. موراها كنمشيو لي فيناليتي ولي لو دياغنوستيك عندنا انترن اكسترن ولي زوبسيون. من بعد كنشوفو لي زوبسيون استراتيجيك. هادشي كامل غادي نشوفوه سو فورم دي تيغي. كنبداو لو ميتيي دو لونتربريز. لو ميتيي دو لونتربريز اش كيعني؟ هو لاكتيفيتي دو لونتربريز. كنكونو شاك اونتربريز كتكون باينه. كاين لونتربريز لي كدير لا برودكسيون مثلا ديال لي فواتور مثلا production de la voiture, quel est l'emballage, la distribution du lait maintenant et produit. Et moi, quelle la mission? La mission il y a les attentes de l'environnement de l'extérieur de l'entreprise. À des attentes, il y a une chose qui est maintenant, je ne quitte pas le nez, les consommateurs, même chez les cadiales. À deux, qu'est-ce qu'on a d'aimer les camps chez documents, qu'est-ce qu'on a d'aimer un verbe, il m'a satisfaire. Les besoins maintenant ou la fournir ou la rendre service ou la offrir garantir produire garde les mots les verbes qu'on a fait document flou. Voilà, là quand je fais les finalités qui est qu'est-ce que c'est finalité économique sociale sociétale économique ou les quatre éléments عموما la qualité de l'entreprise de le produit les quatre éléments l'entreprise ou là le profit ou là la croissance et développement. Il y a des choses qui sont être le leader sur le marché ou la ISO 9001. Je ne sais pas si la qualité. Ou la finalité sociale, améliorer les conditions de travail du personnel. Les finalités sociales, il y a une relation avec les collaborateurs. الاجواء الكليما سوسيال فاش يخدموا توفر دير لهم لي تريتمون تزيد لهم الفلوس اوغمونطاسيون دو سالير كاع هادشي كيتعلق بالفيناليتي سوسيال فيناليتي سوسيتال اللي هي لا بروتيكسيون دو لافيرونمون. كتكون الشركه مثلا عندها ايزون 14001 يعني كدير شي مبادره باش تحافظ على البيئه ولا شي منتوج كيحافظ على البيئه. دابا دياغنوستيك استراتيجيك كاين انترن اكسترن. Il y a l'évolution du potentiel de l'entreprise humain, technique, financière, commerciale, qui est le DAS, la segmentation stratégique. Maroc Telecom a trois services qui sont mobile, ou fixe, ou ADSL. Il y a des choses qui sont les activités. ومن بعد كاين لي فاكتور كي لي سوكسي هادو كيكونوا في الامتحانات ولا دي اسئله هكا كيقول لك غيلوفي لي فاكتور كي لي سوكسي. كاين اما ليكسبيريونس ولا اكسبيرتيز ولا انوفاسيون ولا ريشيرش اي ديفلوبمون ولا بوليفالونس. من بعد كاين فوتو الاسئله الفقري كيكونوا فيها الاسئله بزاف نتاع ليفولوسيون دي فورس اي فيبليس. لي فورس اي فيبليس وكاين لي زوبورتونيتي في دياغنوستيك اكسترن اوبورتونيتي مناس. غادي تقول شنو هو الفرق بيناتهم. لي فورس اي فيبلس كيكونوا في الشركه الداخل او سان ديون اونتربريز. مثلا لي فورس مثلا بيرسونيل كومبيتون ماشين مودرن اوتونومي فينانسيير بون ايماج اي مارك. يعني داكشي كيكون في الاونتربريز الداخل. ولا لي فيبلس عاوتاني حتى هما كيكونوا داخل اما كاميون اجي فيبلس دو اف ار ولا مانك دو ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي. هادشي كامل كيكون في لونتربريز. يعني لونتربريز كيكون في داكشي لداخل كيكون متعلق في لونتربريز لداخل. اولا
ديغنوستيك اكستيرن لي زوبورتونيتي مناص هما تقريبا نفسهم لي فورس هما لي فابلات، ولكن علاش نقول لهم اوبورتونيتي مناص؟ لحقاش هادوك كيكونوا برا على لونتربريز، كيقدروا ياثروا على لونتربريز من برا. مثلا اوبورتونيتي كيكون نومبر دي كونكورون ليميتي، مثلا واحد لونتربريز اكس كتواجد في مارشي اللي فيه لي زونتر فيه لي زونتربرون اخرين ولا لي زوتر شركات اخرين قلال، يعني ما كتلقاش شي منافسة صعبة. هاد الشيء راه اوبورتونيتي بالنسبة ليها، ولا بوتونسيال كرواسونس دو سيكتور، كيكون السيكتور يعني فيه لا كرواسونس، ولا دوموند الفين، الناس كي عندهم لي دوموند بزاف داك دوموند بزاف داك السيكتور هذاك، اولا المناص كتكون بحال العكس ديال هادوك، كونكورونس ولا كونكورون اشارني، فورنيسور ليميتي ما كانش لي فورنيسور بزاف، انستابيليتي بوليتيك، بروغري تكنولوجيك رابيد. هادشي اللي كاين فورس فيبلس كيكونوا في لونتربريز الداخل، اوبورتونيتي مناص كيكونوا كيأثروا على لونتربريز من برا. كيبقى لنا لو موديل دياغنوستيك، لونتربريز كتبدا كتكون اونتربريز ديلام، كيكون عندها واحد هنا كيكون لو تو دو كرواسونس، وهنايا كيكون تكون لا بار دو مارشي. لونتربريز ملي كتبدا كتكون ديلام، كيكون عندها ان فور تو دو كرواسونس ولكن اون فابل بار دو مارشي. ابخي كتولي فيدات كتكون عندها ان فور تو دو كرواسونس اي اوسي ان فور اون فورت بار دو مارشي، عاوتاني كتولي فاشالي، يعني صافي ما كتبقاش مزيانه، كتنقص شويه لي فونت داكشي. كيكون عندها لا بار دو مارشي فورت بار دو مارشي، مي كيكون عندها تو دو كرواسونس فابل. ابخي كتولي بوا مور، يعني ما كتبقاش عندها اهميه بزاف. شكرا للمتابعه، الحلقه الجايه ان شاء الله غادي يكون دوزيام شابيتر اللي نشوفو فيه لي زوبسيون استراتيجيك.